مع الحدث. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع في صباح الشباب، وصباحكم كل الخير والنور والبركة. هناك مجموعة من الدروس المستفادة من جائحة كورونا فيما يتعلق بموضوع التعليم عن بعد تحديدا، ففرضت علينا الجائحة التي ألزمت الناس بيوتهم قواعد جديدة في قطاعات مختلفة منها التعليم بأنواعه. معنا الآن عبر الاتصال الدكتور عبد المنعم بن علي الخروصي، وهو مدير الشبكة العمانية للبحث العلمي والتعليم بمجلس البحث العلمي. صباح الخير دكتور عبد المنعم. صباح الخير أخي راشد، كيف حالك؟ سعيدين بهذا التواصل معك دكتور، ومباشرة من خلالك حول أهم الدروس المستفادة من جائحة كورونا، خاصة فيما يتعلق بالتعليم عن بعد. بارك الله فيك أخي راجي، وأشكر لك اهتمامك. حياكم الله. نعم، في الواقع يعني الجائحة ألزمتنا كلنا التزامات ما كنا مهيئين لها. نعم. وأوضحت أن كثير من المؤسسات في الواقع كانت مهيئة، بعضها غير مهيئة. تحديات كثيرة واجهناها في التعليم العالي في السلطنة وفي دول كلها في الواقع في العالم. نعم. يعني من التحديات الكبيرة وتوفر مواد تعليمية المهيئة للتعلم عن بعد، تهيئة سياساتنا في إدارات مختلفة في المؤسسات التعليمية ومن يشرف عليها، في وجود بيئة مناسبة للطلبة سواء كان في منازلهم أو في أماكن أخرى، برمجيات أيضا لم تكن متاحة، منها التواصل المرئي، منها منظومة إدارة المحتوى. البنية الأساسية كان لها دور كبير، أيضا كثير من الطلبة يتشكوا من البنية الأساسية في إتاحة الإنترنت لهم. الإدارات أيضا واجهت مشكلة كبيرة وهي كيفية تقييم الطلبة خلال هذه الفترة. نعم. وكيف تقرأ الامتحانات، كيف تقرأ الامتحانات القصيرة أو الطويلة، توفر منشورات تعليمية، توفر الإنترنت السريع، توفر الأجهزة للطلبة والأساتذة، هذه كلها تحديات كبيرة بإمكاننا نتحدث عنها. صحيح. طيب الآن كيف نستطيع أن نأخذ من هذه التحديات مسير قادم للمستقبل حتى نستفيد ونخرج من هذه الجائحة بدرس يتعلق بضرورة توظيف التعليم الإلكتروني بشكل أوسع دكتور؟ لا شك، في الواقع يعني الحكومة قامت بمجموعة كبيرة من الخطوات. نعم. بتوجيهات يعني من اللجنة العليا. نعم. وبادرت وزارة التعليم العالي، وبادرت أيضا وزارة التقنية والاتصالات في إيجاد حلول. يعني مثلا عندنا في الشبكة العمانية للبحث العلمي والتعليم التي أديرها في مجلس البحث العلمي، نحن نوفر في الشبكة سبل لنعين الطلبة على التواصل فيما بينهم وأساتذتهم، كذلك نعينهم على التعاون بين بعضهم البعض وتوفر المواد التعليمية ومواد النشر من مجلات علمية ومنشورات تعليمية وغيرها. نعم. وكلنا في الواقع هذا نسعى يعني من خلاله إلى تعزيز الاقتصاد المبني على المعرفة. في توفر مواد تعليمية، يعني هناك مواد كثيرة في جامعة السلطان قابوس يمكن استغلالها. مجلس التعليم كذلك قام بمشروع كبير اللي هي الموارد التعليمية المفتوحة، وهذا يجب أنها ترى النور. في الواقع المشروع لا يزال في الإدراج حاليا ويجب أن يرى النور. من السياسات التي تم تغييرها مؤخرا يعني لنواجه هذه الإشكال من وزارة التقنية والاتصالات هو لا. إمكانية استخدام الخدمات السحابية في التخزين وفي الاتصالات، هذه لم تكن متاحة الآن، أتيحت. صح. وهذا شيء جيد جدا. لا. التواصل المرئي، يعني أتيحت كثير من البرمجيات التواصل المرئي. على سبيل المثال برنامج زوم لم يكن متاح في السلطنة، وهذا البرنامج كان يستخدم من قبل 10 ملايين مشترك في شهر 12، في حين الآن 200 مليون مشترك يوميا يتواصلوا عن طريقه. صحيح. ما نقول إن احنا لازم نستخدم هذا، وإنما موجودة معنا مجموعة كبيرة من البرمجيات في السلطنة، بعضها متاحة مؤخرا من قبل صندوق التقنية، بعضها متاح سابقا مثل من سيسكو، في شباب عمانيين مهيئين قادرين على الدعم وهكذا. فلا بد من استغلال المتاح من الموارد في السلطنة. ده.
نحن نتمنى لك كل التوفيق إن شاء الله دكتور، وشكرا جزيلا لك على هذا المقال المثري حول الدروس المستفادة من جائحة كورونا في التعليم عن بعد. الدكتور عبد المنعم بن علي الخروصي، مدير الشبكة العمانية للبحث العلمي والتعلم بمجلس البحث العلمي. شكرا لك يا دكتور. بارك الله فيكم أخي. شكرا لك. شكرا لكم. إذن أيها الأحبة، صباح الشباب معكم حتى تمام العاشرة، والعودة بعد عناوين الأخبار. صباحكم الهمة والنشاط والمحبة لعمان.